بحالة دابا قال أخبرنا الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه يروي لنا ما رآه بعينه من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبول قائمة. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سباتة بني فلان. إتي منزو ألا يازو وجنجوجي نأمو ورسواني فبال قائما سي بولي قائما منصوب على الحال. أليس كذلك؟ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، أليس كذلك؟ فتنحيت سينجاد بايا فدعا بماء فتوضأ فدعا بماء سيتي أكاوروا فجيء بماء سيأك كاوروا فتوضأ ومسح على خفيه سيشافا أكن خفا سبنابيو. وأن حديث ينالنا أين بولي سيئ كما أين شافا أكن خفي هكو تشبيو كينا هكو. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خيثمة كلاهما عن الأعمش. وحذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي مات بعد عثمان بأربعين يوما. صحابين قوة نيني أتلنس بالدقة باي سيدنا عثمان يا رسول الله وانا أربعين أم بدرة يوز باع من ديكي أوي أجي بالدقة أكي فأكو. والصباتة يعني صباتة تقوم من صباتة ملقى التراب والقمام يكون بفناء الدار جوجي كده ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض ويسا غنشياتك يأي تدو حقا لا يرتد فيه البول على البائل. تأند إن أكي بولي أتشم بولي بزي ساكي داو وأكم واندي بولي با ويكون سهلا ورنا للوشي يخد فيه البول بولي ناس الأخدود الحفر أكي بولي بولي تفيعيكي بزي داو يتبع واندي بولي با أبن دي فارو كينا حديثي متفق عليه كينا حديثي يا إنغنت كينا كوبي إنغنت با يا تبت كينا كوبي تبت با سي أكتي ميسا منزل الله بولي سي. وقيل في بوله قائما أكتي أبن دي سي بولي أسي إنه لم يجد مكانا للقعود أكتي وجن جوجيني با حال دزا أسقرا أوجن شيسا أكي أسي أمين داكي كارمان صلى الله عليه وسلم. وقيل وأكاكما شيء كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه أكاشي أكفاس شيء أكوي ميكي أكوي كورجي بزي يسوغنا وبشي ساي أساي. أم فهمت؟ سيزا أكرف فورنا مغنى ساكاشي وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بما عبده. رواية أبو هريرة يتشيت كاو كارم بيان يا بولي سي سبود إلا كرجي تشوتارك كفصا المعبد باطن الركوة أبن أكيد معبد معنا أبن بايم قوي وانشهد قوي وانا فيلي وجي تشكي قوي وانكي an ji abin da aka fara ku to haka ake kare manzo Allah haka ake kare sahabbai haka ake kare duk masu daraja.
an fahimta wa huki an shafi'i an hakaito daga imam shafi'i yace annahu qala kanat al arabu tastashfi li waj'i al sulbi bil bawl qa'iman wai da al'adar larabawa ne in akwai cutar baya ko kugu ko menene in mutum zai bauli sai bauli a tsaye ko yana taimakawa ya samu lafiya falamma kana bihi zalika wa illa shi yasa akai haka wa illa imam shafi'i ce in ba haka ba fal mu'tadu min fi'lihi al bawl qa'idan al mu'tadu min fi'lihi al bawl qa'idan وهو الاختيار في مذهب الشافعي نعم ام فهمت وروي عن عائشه روايته دغنا عائشه رضي الله عنها قالت تجي من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه دو وند يجي مكم منذ الله كان يبول وند يجي بالا يبول فعل المضارع والمضارع يدل على على الاستمرار والتجدد مضارع وانتم كما يجي بالا معنى سو داي كينان اكاي كما سبوده وتا لرورا دا اكا سامو يسينا عائشة تجي من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه سي معلم سوكا تتاونا سوكا تجي اي غسكيا تفدا saboda abin da take gani a gida amma abin da yake waje ai bata gani ba malam bala yace ko ba haka bane ba kada ya bulu qa'iman man hadath ba haka ka fara ba man hadathakum anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu kada ku gaskata shi malamai da suka tattauna suka gama suka ce abinda ta fada gaskiya ne saboda ita cikin gida take abinda take gani cikin gida ke to wanda yace ya gani kuma waje fa Abu Hurairah yace ya gani wani yace ya gani to ba yanda za a yi kowanne sai a dauki magana su ayi aiki da ita inda ya dace an fahimta warwi an umara an rawaito daga sayyidina Umar qala yace ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abul qa'iman manzo Allah gani ina sayyidina bawli fa qala sayyidi ya umar la tabul qa'iman yace ya kai umar kada kai bawli a tsaye wa laysa hadha tahriman sai ma da yace ai wannan maganan ba haramci bane ba an hatta bane bal huwa nahyu ta'dib an hana shi don a dadabtar da shi ba nahi tahrimin bane shi kenan an gama da wannan akwai magana kuma a ciki tayyib babul bawli fil ina babin da yazo na bawli a cikin fork kenan a cikin mazubi duk wanda ya zauna da tsofaffi shekaru 60 baya ya san da haka karkashin gado akwai abin nan naka tashi da tsubi don in aka shiga aka kulle ba za a bude kofa a fito ba kuma sai in bauli ma ciki za a yi da safe da an tashi da asuba shi a ce a je a zuba wanda ya ga wannan ya wanda ya san da haka ba abin mamaki ba ne wanda shi qala akhbarana umar ibn abdul aziz al fashani qala akhbarana al sharif abu umar القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت تجي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح min idanin tahta sariri akwai mazubi karkashin gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabulu fihi bil layli yake bawli a cikin dare babul istinja'i bil ma'i